فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر أحدهم في الأنترنت كلاما في هذه الأيام فيه استهزاء بالله عز وجل، مخاطبة للرسول عليه الصلاة والسلام بغير أدب، من ذلك أنه قال: لو قابلتك أيها أو يا محمد فلن أقبل يديك ولن أصافحك إلا مصافحة ند للند ولن أصلي عليك. فماذا يعتبر هذا القول وفقكم الله؟ وهل يعتبر من الاستهزاء وسوء الأدب؟ هذا في الجرائد ولا في الانترنت؟ في الانترنت. ما أظن الجرائد إن شاء الله ستنشر مثل هذا الكلام. على كل حال، هذا تثبت من الرجل هل قاله أو منسوب إليه، تثبت من هذا الأمر، وهذا أمر فظيع لا يجوز السكوت عليه أبدا. والآن يعني التثبت في هذا وطلب إقامة الحد إذا ثبت، هذا جارنا الآن المطالبة به. نعم.